ابن منطقة بلاد السوس وبالضبط مدينة تيزنيت. تتويج ديالي في مسابقة دوا يعني جام بعد واحد التجربة اللي هي تجربة طويلة في هذا الميدان ديال السمع البصري، وجام بعد يعني واحد المجهودات كبيرة والسهر على الإنتاج واحد المحتوى اللي ما كاينش في المغرب، اللي هو واحد المحتوى جديد. والحمد لله يعني هاد المجهودات كلها يعني خلات الجمهور يصوت علينا في البريم الأخير، وخديت الجائزة ديال الجمهور، وفي نفس الوقت خديت الجائزة الكبرى ديال لجنة التحكيم. في الحقيقة المحتوى فيه الخيب وفيه الزوين، مي الحمد لله أنا من الأول يعني اتجهت في واحد المحتوى اللي هو كما قلت لي هو محتوى أوريجينال. داكشي علاش يعني بحال قلتي بغيت يكون واحد المنافس ديال التفاهة، داكشي علاش لقى واحد الإقبال كبير من عند الجمهور، والحمد لله يعني شاركت بهذا المحتوى في هذه المسابقة هذه. الحمد لله يعني كيف كنقول ديما يعني لقى واحد الإقبال يعني عند الجمهور، داكشي علاش صوتوا عليه، ويعني والبرنامج أصلا يعني قبل ما يتعرض في ما يشارك يعني في هذا البرنامج هذا يعني من بداية 2020 يعني ولا معروف شوية في ميدان يعني في السوشيال ميديا. داكشي علاش كنلقى الإحصائيات يعني تقريبا كتلقى غير الناس اللي كيف كنقول اللي بعقلهم هما اللي كيتفرجوا في البرنامج، ويعني ديما كيشجعوني يعني، ومن خلال الإحصائيات يعني كنشوف التعليق ديال الناس يعني كيحبوا هذا البرنامج وكيحبوا هذا المحتوى. يعني تقريبا ما نقدر نقول لكم باللي تقريبا يعني 100% يعني كنلقى غير التعليق اللي هي إيجابية. اختاريت محتوى العاديون لانني اصلا يعني كبرت في الباديه، ويعني ومن بعد ما يعني ما وصلت المرحله ديال الثانويه يعني فكرت علاش ما نكونش هذا لو بورت بارول ديال واحد الفئه اللي ما كنشوفوش في التلفازه ولا ما كنشوفوش مواقع التواصل الاجتماعي. يعني من تما بدات الرحله، يعني تقريبا بدات في 2017 رغم ان الفكره كانت عندي قبل، كانت عندي في 2012، ولكن ما بدات حتى 2017. ومن 2017 يعني بديت البرنامج يعني بعد ما كملت الدراسه ديالي، يعني وبديت كندير دي فلوغ يعني كنمشي للمناطق كيف قلت لي ما كنشوفوش في التلفازه في يعني في مواقع التواصل الاجتماعي. والمحتوى اللي كيجمع يعني بين الجمال ديال المغرب وجمال الناس ديال المغرب، ومن تما يعني ولكن ما عطاش الثمار ديالو حتى 2021. يعني تقريبا يعني تقريبا خدمت على هذا المحتوى تقريبا شي 8 سنين، يعني تخيل حتى 2021 عطى الثمار ديالو. والحمد لله يعني المحتوى يعني من البدايه يعني فكرت يعني نديرو باللغه العربيه الفصحى، وفي نفس الوقت يعني ندير الترجمه باللغه الانجليزيه، يعني باش نعرف بالثقافه ديالنا اصلا ونعرف يعني بالجمال المخفي للمغرب. الصراحه الصعوبات اللي لقيت يعني كانت صعوبات ماديه، مي الحمد لله يعني ما خلاتنيش زعما نستسلم في هذا الميدان. ويعني تقريبا بحال قلتي كان عندي بداك الشيء اللي عندي، ومن بعد يعني ساعدتني العائله ديالي، العائله الكبيره اللي من تما، وخاصه الوالده يعني اللي ضحات بالنفيس والغالي. والحمد لله يعني يعني شريت الماتريال اللي بديت، والحمد لله يعني شويه الحمد لله حتى تجاوز هذه المشاكل هذه. اكيد يعني الوالده ديالي في البدايه ديالي بحال قلتي العائله كلها يعني ضد، يعني ما قبلوش هذه الفكره ديال انك دير يعني واحد المحتوى اللي هما اصلا ما عندهمش درايه على الدومين هذا، ما عندهمش ديك الثقافه ديال الصوره والثقافه ديال الفيديو. والوالده هي والوالد يعني قالوا لي اللي بان لك يعني اي حاجه بانت لك يعني غتسلكك يعني ديرها. صافي من تما يعني ما كانش عندي باش نشري لاباراي، ويعني تساعدت معايا الوالده يعني يعني سمحت في الذهب ديالها، والحمد لله من تما شريت الماتريال، والحمد لله من ديك الساعه بديت. والحدود الساعه يعني باقي عندي ديك لاباراي واخا ما كنخدمش بها، يعني والفضل ديال الوالده راه ما غاديش ننساه. واخا الوالدين ديالي يعني ما قارينش، ولكن بحال قلتي كاين واحد الثقه بيني وبينهم.
داكشي علاش قالوا لي يعني اي حاجه اختاريتيها راه حنا معك يعني حنا راضين عليك. والحمد لله يعني ما خيبناش الله عز وجل، والحمد لله دابا راه عجبهم الحال يعني دابا شافوا كلشي بعينيهم الحمد لله. نتمنى ان شاء الله نفرحهم في القادم ان شاء الله بشي حاجه ان شاء الله. طريقة الاشتغال على القصص يعني انا ما كتكونش هذه القصه يعني قبل التصوير، وانما يعني مره يعني مثلا كنسافر يعني كنهز الساكادو ديالي ويقدر يعني تبني شي قصه يعني ما كنتش كاع موال عليها، يعني كنحاول نبينها يعني ونوصلها للناس يعني بواحد الطريقه اللي طريقه يكون فيها طريقه ابداعيه. من بعد ما حققت يعني اول يعني الفوز يعني باول نسخه من برنامج دوا، ان شاء الله هذا يفتح لي واحد الباب ويفتح لي واحد النافذه على واحد عالم اخر، وان شاء الله اللي غادي يكون واحد القفزه يعني للامام، وغنحاول ندير واحد برامج اخرى ان شاء الله اللي غادي تكون برامج اللي غادي تكون خاصه برمضان، يعني اللي برامج اللي هي اللي غادي تكون تاية جديده واللي غادي تكون يعني اوريجينال، وان شاء الله غادي يكون المفاجاه للجمهور. الفوز ديالي كنهديه للوالدين ديالي اولا والعائله ديالي الكبيره، وكنهديه للاصدقاء ديالي اللي يعني والمشجعين اللي كيتابعوني ويعني وشجعوني وصوتوا عليا، وديما كنقول يعني الجائزه الكبرى هي الحب ديال الجمهور والتشجيعات ديالهم. وفي نفس الوقت هذا الشيء يعني بحال قلتي التكليف قبل ما يكون تشريف. يعني اللي بغى يبدا المحتوى انا كنصحو يعني كنصحو يبدا يعني باللي كان، يعني يقدر حتى بالتليفون راه يقدر غادي يدير محتوى، غير هو المحتوى يعني خصو يحترم يعني الخصوصيات ديال المغاربه، يعني وما يكونش تافه يعني يكون هادف. والانسان والشباب كنقول لهم يعني ما عمرهم يفكر في الفلوس، حيت الفلوس يقدر غادي تجي من بعد، وحيت الا كتفكر في الفلوس راه غادي تسمح في المبادئ ديالك وفي الاخلاق ديالك. اكيد يعني منذ البدايه يعني كانوا جاوني شي عروض يعني باش نخدم مع الدوله ونخدم، وعندي كاع الفرصه باش نستقر في برا، ولكن يعني بحال قلتي يعني كنامن بالافكار ديالي. هذا المشروع يعني امنت به تقريبا 8 سنين، وديما كنقول يعني غيجي واحد النهار اللي غادي يعطيني فيه كاع داك الشيء اللي خسرت. المستوى الدراسي ديالي يعني حاصل على الماستر في لي زارشيف اوديو فيزيوال، ودابا كنوجد الدكتوراه ديالي في لو باتريمون اوديو فيزيوال ماروكان. والحمد لله يعني ابن الباديه، يعني انا قريت في الباديه، قريت تقريبا حتى الشهاده الابتدائيه، ومن بعد الابتدائيه يعني قريت الاعداديه قريتها في اكادير، والثانويه قريتها في تيزنيت، ومن ثم رجعت لاكادير، والحمد لله عندي دي فورماسيون درتهم في برا، وديما كنخدم على هذا المحتوى هذا، وكنحترم التخصص ديالي اللي هو التخصص الوثائقي. يعني الشباب ديال القريه يعني ديما كنصحهم انهم ما يستسلموا، يعني خصهم يكملوا الدراسه ديالهم، وديما يكونوا متفائلين، والصبر يعني تحلوا بالصبر، الصبر الصبر. كلمة أخيرة للجمهور ديالي نقولها باختصار هي أنني كنحبكم بزاف. وكنشكر لا مولاتي اللي استضفتني هذا النهار، وكنقول لكم شكرا بزاف بزاف. لا تنساوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.